السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أعرف، هي المشاهد مؤلمة وتقهر، لكن أنا بدي أقول لأولاد الزنا، لأولاد الحرام طبعا، اللي قتل أبناء شعبه هذا من حرام. عادل عبد المهدي اللي قتل أبناء ذي قار وقتل أبناء المحافظات هذا ابن حرام. جميل الشمري اللي رمى وقتل أبناء الناس هذا ابن حرام. وكل واحد أمر بإطلاق الرصاص هو ابن زنا وابن حرام. وكل واحد سياسي سكت شافه سكت ومغلس ابن حرام. اللي عجبه يعجبه، اللي ما يعجبه ذيك المقبرة يروح لها ويشوف الشهداء. انتم شايفين المظهر شنو؟ شايفين المنظر شنو؟ شايفين واحد مستشهد وامه قاعد تخابر عليه والموبايل بجيبه والشباب داير ما داير عليه ما يقدرون شي يقولوا له وهو مستشهد. شايفين لو ما شايفين؟ شايفيكم مشهد ثاني، وحده ممرضه قاعد تداوي بالشهداء، قاعد تسجل اسماء الشهداء وتشيل الغطاء وتلقى اخوها بالناصريه. انتم شايفين المشاهد يا اولاد الحرام؟ هاي كلها على مود الكرسي بقيتوا بي، كلها على مود الكرسي حتى تبقون مناصبكم، وولدكم دايحين بالبارات وبالملاهي بالخارج، وبناتكم دايحات بالبارات وبالخارج. هناك كل السياسيين الان بالخارج، ولدهم دايحين سكارة وعربدة وشرب وزنة ومحارم هناك بالخارج قاعدين، وولد الخايبة تكترون هنا حتى تبقون على آبار النفط وعلى الموانئ ظلون تبوقون بها وتودون للخارج. من أنعل أبوكم لا بحكمكم، وكل شيء ما يأثر بكم، ماكو غير السحل. ودائما أكرر هاي الكلمة، ماكو غير السحل. وإذا بقى كم واحد شريف يروح يقدم شكوى للقضاء يمنحهم من السفر، يمنحهم، لأن يوم الحساب مال الشعب جاي مو بعيد إن شاء الله. لكن انتم شايفين المشاهد شنو؟ المشاهد شنو؟ ما شايفينه. قاعدين لي بالخضراء، من أنعل أبوكم لا بالخضراء لا بالخلاكم هناك. بس أنا مستغرب ليش كم واحد ساكتين ما أدري. أنتم البرلمان هسه كلكم ما تستحون، ماكو واحد بيكم شريف هسه كم واحد ويروح يقدم مذكرة وعدم سفر يسويكم؟ ما أدري شو أقول والله، مقهورة حموت من القهر.